Anda memiliki produk dan ingin beriklan tapi tidak mahir editing? Kami menerima jasa pembuatan video promosi profesional. Percayakan kepada kami segera. Bismillahirrahmanirrahim. syekh في النية في الصلاة وكذلك اثناء الوضوء وأنا أقطع الصلاة مرارا بسبب الوسواس في النية يقول ما نصيحتكم لي في هذا الأمر علما أنه لا يوجد لدي وساوس في الأمور الدنيوية عليك بالإكثار من ذكر الله والتعوذ من من الشيطان وسيذهب عنك هذا الوسواس وتقرأ ما تيسر من القرآن ولا سيما المعوذتان قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وسيذهب عنك هذا إن شاء الله نعم